انتي اختي اللي قلتي لي في التعليقات عافاك اختي عتقني بشي وصفرة، شعري كله طاح ليا، راني قرعت شعري ولو عندي فيه فراغات كثيره خصوصا في المقدمه ديال الراس، راه عييت ما نجرب في الوصفات ولو حتى شي وصفه ما فادتني بشي نتيجه. اليوم غنعطيك واحد الوصفه اختي اللي انا متاكده غترجعي ترحمي لي عليها الوالدين، وصفه غتحتاجي فيها درهم ديال الشيبه. اه درهم ديال الشيبه، وصفه سهله وغير من المطبخ ديالك، ممكن تحضريها دابا كاع تنوضي توجدي هذه الوصفه غير تكون عندك الشيبه في الدار. هذه الوصفه هذه كتعطي نتائج خياليه في تطويل الشعر في تكثيف الشعر وتقوية الشعر، وكتملأ الفراغات، يعني ما تخليش لك دوك الفراغات وما تخليش لك مشاكل الصلع، كتعاود تنبت لك الزغبة وكتحيها من جديد، كتعطيك القوة للشعر ديالك. ومن أروع الوصفات اللي غادي تجربوهم وغتفاجئكم النتيجة، راه من الأسبوع الثاني كتبان لك واحد النتيجة زوينة بزاف، يعني حتى الخلفة كتبدا كتنبت الشعر، تيبان لك بدا تيطوال أسبوع لأسبوع والشعر تيتحسن. هاد الوصفة هذه اللي غنشارك معكم اليوم غنحتاجو فيها الشيبة، كيف ما كتشوفوا معايا هاد الشيبة اللي كنستعملوها في اتاي او مهم في الشاي المغربي، كنستعملوا الشيبة كاينه حتى في البلدان اظن الاسم ديالها هو الشويلاء. تناخدو عريشات كيما كتشوفوا معايا، جوج ديال العريشات هكا او لا واحد نص قبيطة، وتناخدو واحد الاناء او لا واحد الكاسرونة اللي غادي نديرو فيها الشيبة، نقطعوها يعني هكا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وبالنسبة للشيبة راه مفيدة بزاف لتطويل الشعر وعلاج التساقط، يعني مفيدة جدا للشعر. تناخدو هاد الكمية هادي وغادي نزيدو عليها كاس ديال الماء كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا غنديروها على النار، نخليوها تطبخ واحد 15 دقيقة ومن بعد نرجع معاكم. وهنا بالنسبة للشيبة كتقوي البصيلات ديال الشعر، كذلك كتحفز لنا الشعر على النمو، كطول لنا الشعر، كترطب لنا الشعر وما كتخليش خشن او جاف، يعني كتعطيه داك الترطيب، وكتمنع ديك الحكة او الالتهابات في الفروة ديال الرأس، يعني هي مضادة للالتهابات والبكتيريا، يعني كتنظف طهر لنا الفروه ديال الراس وكتنظفها لينا. هنا من بعد ما طابت ديك الشيبه يعني طبخات غادي ناخذ هنا بذور الكتان او زريعه الكتان، كناخذ هكا واحد 3 ديال المعالق ديال بذور الكتان كما كتشوفوا معايا، جوج معالق حتى 3، وتنردوا هاد الوصفه هذه على النار، نخليوها غير واحد 5 ديال الدقائق 6 دقائق، ما تفوتوش ليها كاع 8 دقائق، حيت هاد يعني الوصفه هادي حنا غنضيفو بذور الكتان وهي سخونه، فدغيا دغيا ديك البذور الكتان كطلق لنا الجلد ديالها اولا الماده الهلاميه ديالها. وهذا هو الشكل ديال هاد الوصفه، يعني من بعد ما غادي نصفيها فغنعاود نصفيها حتى يعني تحصلوا غير على هاد الجل ديال بذور الكتان مع ديك الشيبه اللي طلقات لنا في هاد الماء، يعني الفوائد ديال الشيبه وكذلك يعني الجل ديال بذور الكتان. المهم حنا تحصلنا على واحد الخليط، يعني واحد الجل حتى يبرد عاد باش غادي يتقال، دابا مازال سخون كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نبداو نحضروا الوصفه ديالنا كيفاش غادي نستعملوها على الشعر، غير ركزوا معايا الوصفه راه ساهله وبسيطه، وممكن اي وحده دير هذه الوصفه هذه، كتعطي نعومه للشعر، واحد الملمس اللي زوين بزاف، كترجع الشعر رطب وحريري، كذلك تتقضي على يعني المشاكل اللي كتكون في الفروه ديال الراس بحال الحكه بحال البكتيريا بحال يعني القشور اللي كيكونوا في الشعر، كتبقاو تحكوا كتولي عندكم واحد القشره غليظه، يعني زوينه هذه الوصفه هذه. غناخذ هذه الكميه هذه باش نشارك معكم الوصفه، وانتوما ديروا الكميه القياس اللي غيكفيكم الشعر ديالكم، يعني الا كان شعرك اختي طويل وقوي غديري هذيك الكميه كامله اللي درتي ديال هاد الجيل ديريها كامله. المهم غناخذ هنا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا، جوج معالق ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بزيت جوز الهند وتعوضوه باي زيت كتستعملوا الشعر ديالكم. هنا غنخلط هاد المكونات كما كتشوفوا معايا مزيان، من بعد غناخدو هنا الزيت او زبدة الشيا او البوغ دو كاريتي، ممكن تستعملوا زيت الشيا، ممكن تستعملوا زيت الكوكو او زيت جوز الهند على حسب اللي متوفر لكم، يعني هاد الاضافات هادو اللي غنديرهم دابا زيت الزيتون زبدة الشيا زيت اللوز،
يعني هادو ممكن، هادو ثلاثة ممكن نتوما تعوضوهم على حسب داكشي اللي متوفر ليكم، ولكن تيبقاو مكونات يعني مزيانين بزاف للشعر ديالنا. هنا خديت واحد نص ملعقة كبيرة تقريبا ديال زبدة الشيا اللي هي مفيدة للشعر، لا بالنسبة يعني للترطيب ولا بالنسبة يعني كطل الشعر، واحد النعومة اللي زوينة بزاف، كتخلي الشعر في واحد اللمعة وواحد لابغيونس اللي زوينة، وكتخلي الزغبة رطبة، يعني ما كتخليش الزغبة حرشة أو مشوكة ناشفة. كما كتشوفوا معايا، من بعد غناخدو هنا زيت اللوز الحلو، اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا زيت اللوز الحلو. غناخدو واحد معلقة صغيرة، جوج معالق صغار أو معلقة كبيرة، يعني على حسب القياس اللي بغيتو ديرو. غادي نزيد واحد معلقة صغيرة هكا بهذا الشكل هذا، وصافي نخلط هاد المكونات مزيان. هنا بالنسبة لهذيك زبدة الشيا كما كتشوفوا معايا كتكون جامدة، ولكن مع هاد الخليط سخون فغير يعني تديروها فيه راه تدوب. صافي نخلطها ونخليها حتى تذوب مزيان، بعد غنرجع معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله التتمة ديال الوصفة. هنا من بعد ما دابت ليا ديك زبدة الشيا كما كتشوفوا معايا، هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. من حد يعني هذا الخليط كيبرد وهو تيتقال شوية مع داك الجيل تيتقال. ومن بعد ما غتوجد لنا الوصفه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه مثلا نظفتوا زبده الشيا، ضيفوها على داك الماء يكون سخون، الا كان هذاك الماء اللي صفيتوه برد فغتعاودوا تسخنوه باش تذوب لكم ديك الزبده ديال الشيا. هنا كما كتشوفوا معايا درت هذا الخليط هذا او هذه الوصفه، يعني نديروها يعني في واحد سبراي كما كتشوفوا معايا، وكنبداو كنستعملوها للشعر ديالنا. هنا بالنسبه للطريقه، هاد السبراي كيسهل عليكم الطريقه باش انكم تستعملوا هاد الوصفه للشعر ديالكم. اول حاجه كتمشطوا الشعر ديالكم مزيان باش الدوره الدمويه تتحرك، ديروا واحد تدليك خفيف او واحد المساج، ومن بعد بداو تاخذوا هاد السبراي وكترشوا على الفروه ديال الراس ديالكم، يعني على الجلده ديال راسكم. اول حاجه الجلده ديال راسكم او الفروه ديال الراس، وكتبداو كدير واحد التدليك يعني المساج خفيف باش داك البصيلات ديال الشعر يعني يستافدوا لكم من هاد الوصفه ومن هاد المكونات. وكذلك من بعد ما غتساليو داك التدليك في الفروه ديال الراس وركزوا على راسكم كامل، من بعد غترشوا هاد الوصفه على الشعر ديالكم، كترطب كتحيد ديك المنشوفيه ديال الشعر وكتحيد داك التقصف، وكذلك كتمنع الجفاف ديال الشعر وكترطب الشعر، كتعطي واحد اللمعان وواحد لابغيونس اللي زوين بزاف، لان الشيبه كتعالج الشعر متقصف وكذلك بذور الكتانجيل ديالها. راكم عارفين يعني الفوائد ديالو بالنسبه للشعر غنيه عن التعريف، بذور الكتان من اروع يعني المكونات اللي غنيه بالاوميغا 3 واللي يعني كتفيد الشعر بزاف وكترطب الشعر، وهي يعني بحال الكيراتين طبيعي للشعر. هاد الوصفه راه كطول الشعر وكتقويه وكذلك كترطبه. من بعد ما غادي تكملوا الشعر ديالكم كامل، يعني تدهنوا الشعر ديالكم وكذلك ديروا داك المساج، من بعد غتخليوا هاد الوصفه هذه على الشعر ديالكم يعني واحد المده هكا ديال واحد 4 ديال الساعات، اولا ديروها في الصباح وتغسلوها في العشيه. وإلا بقى لكم مثلا من الوصفه يعني ديروها في الثلاجه وعاودوا تستعملوها في امان الله.